مدينة عمان الكبرى تحدد 12 موقعاً لبيع الأضاحي داخل حدودها. تأتي هذه الخطوة بهدف الحد من ظاهرتي البيع والذبح العشوائي، بالإضافة إلى إلزام التجار وأصحاب المواشي بالشروط الصحية. واشترط في هذه المواقع أن تغطي كافة مناطق العاصمة وأن يكون الوصول إليها سهلاً، إضافة إلى بعدها عن التجمعات السكانية ومراعاتها للسلامة المرورية والبيئية. يشار إلى أن الأمانة ستعلن لاحقا عن كافة الشروط للمتقدمين بطلبات الحصول على حظائر لبيعها ضمن هذه المواقع.